اهم شيء انتو خلصوها معايا. مساعد عادي، امزح امزح امزح. احس ان كرومي شريره. لا ابدا، كرومي اطيب واحد. لا واضح انها شريره. بوليس ما سوت شيء، بس ادنها بينادي بسلم يا جماعه انشر الاشاعه. اقسم بالله ابسط من كده ما في حرفيا. لو ما رسمتوها ضبطوها يا ويلكم. طيب انا ما قاعد اهزيكم، قاعد اصحيكم. وما راح نستمر السمين اليوم معاكم فيديو جديد. معاكم انا مريم وانا شهد من قناه ارتستيك فاميلي، قناه مختصه بالرسم والدي اي واي وتجربه كل انواع الفنون. فاذا تحبوا هذا النوع من المحتوى اشتركوا وانضموا الى جيش الرسامين ورنوا جرس التنبيهات عشان يرنكم. اليوم ايش راح نرسم يا شهد؟ مريم عندها اكبر مرسم شفته بحياتي. اوكي سيبينا من المرسم، ايش حنرسم؟ الرباعي المرح. بالضبط، انا صراحه ما اعرف اساميه. انا اعرفه. اوكي هيلو كيتي وكرومي اوه لا تعرفهم واضح ما شاء الله بدايه موفقه. لا لا حسيته ثاني موري. اوكي ومايلودي. برافو عليك، طبقه قويه الحمد لله. انا ما جبت العيد يعني تقريبا. المهم اذا بنرسم هذه الشخصيات الاربعه لانه كثير طلبوها في الانستغرام، مو في الانستغرام في تيك توك. تعرف كم وصلنا في التيك توك؟ 120,000. تعرف كم وصلنا في الانستغرام؟ 10,000. 11,000. ممكن لما ننزل الفيديو كمان ده كمان نكون وصلنا 12,000. بيرفكت. متحمسين للرسمة؟ ايوه متحمسين. لا واضح. لا 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 متحمسين للرسمة؟ ايه ايوه متحمسين متحمسين. حماس. متحمسين للرسمة؟ متحمسة. ابغى حماس ولا ما حد وقف الفيديو خلاص. متحمسين للرسمة؟ متحمسة. اوكي ليتس جو. اول شيء حنبدا بالشخصيه الرئيسيه واللي هي هيلو كيتي. واتس اشتقت وين اقول بطل غش. يلا شوفي ترى الرسمه مره بسيطه فرجاء اللي تجيبين العيد. طيب بليز لسه ما بدأت. لا عندك مرسام كبير. لاني كبيره. يلا 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 اوكي. طب اطلع من الفيديو سريع. اطلع 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 مو بشوف وجهك. اطلعي اطلعي برا. مرسام كبير مشكلتك. خبصت رسمتي خبصت رسمتي يا جماعة. المهم كملوا على الاذن. والله الرسمات مرة تافة عارفين، فاللي يغلط فيها يا ويله. ايش هذا؟ ايش هذا؟ واضح واضح جدا. مساحة هيا اشوف لك. ارسم الفنكة. اسمع دقيقة دقيقة ايش المساحة دي؟ ما ادري هذه مساحتي لا تاخذيها. وهذه بعض من اعمالكم يا جيش الرسامين، صراحة مرة حلوة عجبتني. اذا تحبوا انزل اعمالكم ارسلوا لي هي على الانستغرام. تمام ترى بيرفكت. هذا الاصلي وهذا التقليد. تستوعب انت ايش قلت؟ المهم يلا نرسم كامل في باقي الفيونكا. بعدين كذا حاجة اذن طالع من فوق وي. يلا وبعدين نكمل الوجه وي. بيرفكت. يلا الحين حنكمل كامل الجسم. لحظة ايش في؟ ورانا جسم ويدات وتلوين وتحديد يا حبيبي. حفلة الرسمة دي يلا تييييت. مرة بسيط. راس اكبر من جسمه. تييييت شاط. بعدين تييييت. خلاص يلا الحين اليدات. شوف هو بعد شوفوا. اوكي الحين انا مي حلوة. طيب مو مي حلوة يعني حلوة بس انه مو بيرفكت، بس بعدين مع التلوين حتصير بيرفكت لان حنلونها بلون الماركر. اللي ما شاف فيديو الماركر يروح يشوفه لو سمحتوا. الصوت صح. اسفه اسفه اسفه. المهم يلا تيت هنا كانك ثنة تيتات. الحين حنبدا نرسم ملامح الوجه. هذه اخر خطوه مو اخر خطوه. ايش فيها عيون صعبه؟ لا لا دائرتين. ها خلصنا عيونها. اتوقع هذه اسهل عيون حترسميها في حياتك يا شهد. يلا بس شوفوا بعد التحديد حيترتب كل شيء. انتوا اهم شيء ارسموها بيرفكت. ها 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 قلت انه مريم تسلك لي. ما سلك كذاب هذا. المهم الحين نروح للشخصية الثانية اللي هي اسمها ميلودي اللي حقها طاقية لونها وردي. طاقية لونها وردي؟ ايه طاقية حجاب. كنا لابسة حجاب. كنا لابسة حجاب. واو مسلمة. ميلودي مسلمة يا جماعة انشر الإشاعة. هذا شعرها مسوية قردين. حرام الواحد يسوي قردين. هذا شعر هذا حجاب. انت رسمتيه اصلا؟ الحين برسمها. يلا ارسمي. يلا نبدا. اصبري. اوكي بس ما خلصي. باقي لها الشنب. ها؟ شنب. 3 2 1 تدا.
كيف؟ والله صارت مرتبة صح؟ أحلى من الجميل. بالضبط، أحلى أحلى من الجميل. واو. المهم الحين حنرسم الشخصية الثانية اللي هي كرومي. شوف إحنا ممكن مخططين إنه نخططها. لا مو كرومي. إنه نحد. مايلودي هي اللي تكون. المهم ما كنا محددين إنه نخططها، بس كده حسيت إنه لازم نخططها. بس عبارة عن وجه مبتسم. بيرفكت. يلا الحين حنرسم قرونها. ما شاء الله كيف عندها قرون هي لابسة حجاب. هادي ما أدري الأشياء اللي طالعة دي حقها. يا جماعة ترى مو قاعدة أغلط على الشخصية، الشخصية حلوة فلا تزعلون. بس أنا ماني، أنا مو حق الأشياء دي، أوكي؟ يعني أنا ماني في سن إنه أعرف الأشياء دي والشخصيات. فاهمين؟ فاهمة أنتِ؟ ولا حيفهمون. المهم يعني أنا ما قاعدة أغلط عليها. بعدين حنرسم هنا، أول شي خلينا نسوي اليدين أحسن. أوبا. ها؟ سويت يوتيرن. زي كذا. إن شاء الله شاهد قاعد ترسم معايا، حبيت. دوم يا رب. هنا فراشة. فراشة. هي فراشة أسود. أما. اشتري لك زيها. الله حاسة وجهها ما يلبس. يلا بعدين نعدل مع التحديد. أهم شي انتوا اضبطوا طيب. لحظة. الحين الوجه. بالضبط. لا الجسم. الجسم الجسم. الجسم. لا 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 لا. الجسم. اوكي يلا الوجه. المرة دي بس. وش اللي شطورة؟ تسمع الكلام. أنا أكبر منك. تسمع الكلام. يلا. خشمها يسمع خشمها لونه وردي او انفها لونه وردي. طيب لونه اصفر. اصفر ايوه، بس في التيك توك يقولوا انه لونه وردي. لونه وردي اهو، لونه اصفر. قصدهم على هيلو كيتي. حتى هيلو كيتي لونه اصفر. بس انا ما سويت هذه في تيك توك. اه الا سويتيها. ما سويتيها؟ خلاص نسويها. سويتيها. تبغاها تسويها؟ بس تبغاها تسويها عشان ترى سهله. يلا اذا تبغاها قولوا لنا. طيب وهذه ما فيها ايش؟ ايش؟ ولا شيء. ايش فيه؟ ولا شيء. قلت اللي دار ديك. ما غلط، بس انا قصدي انه حر الصورة. انا هنا. ترى مرة تافهة، مرة تافهة. تخيلي يا شهد، تخيلي انه كملنا نص الرسم وهو ما كان يصور. لماذا يعيش السمك في الماء؟ سؤال صعب، ما ادري سخر بس اوكي. المهم والله مرة صدمة يا جماعة، بس شوفوا احنا بس كملنا هذا الجزء طيب؟ فانتوا سووا نسخ لصق، بس عكسوها. بالضبط. نفسها شيلوها هنا حطوها. بالضبط بس عكسوها. لا مو لازم يعكسوها. ايش مو لازم يعكسوها؟ يرسم اليسار يسار؟ يرسم اليسار يمين. المهم يلا الحين سوي كذا. ليه؟ تدا خلصنا. كيف حلو؟ مرة تجنن. يلا الحين حنرسم. الحين كرومي. يلا يلا يلا. والله هذه احلى شخصية كرومي. كرومي تحبيها؟ I love you. يلا. انتوا قولوا لي اي شخصيه تحبوها اكثر. تمام كرومي. بالله اذا وقف لازم ننتبه اذا قفل التصوير. يلا الحين حنبدا في كرومي. يلا كرومي، كرومي، واحد كرومي. اثنين ثلاثة. بليز لسه ما بدينا. لسه ما بدينا يا فله. يلا رايحه. انا رايحه مكان قاعده الف، بس قاعده اسوي راسها دائري. مو دائري، انا شيء به دائري. مو ترسمي لي دائرة يرحم أهلي. ما علق. المهم لا أحس إن كرومي. بس هذه وجهها مو دائرة. لا أحس إن كرومي شريرة. لا أبدا كرومي أطيب واحد. لا واضح إنها شريرة. بليز. ما سويت شيء، بس إدنها. إدنها كان مهرج. لا 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 شهد. لا أبو مسامي لو سمحت. لو سمحت. لا لو سمحت. لا. ستدفع الثمن وإلا هذه المرأة لن تتعلم أبدا. الحين نبدأ في الإذن الثانية. مرة سهلة. نفس الشيء. نفس الشيء بالضبط. نفس لصق لصق. بس انتبهي تخلي واحدة كبيرة واحدة صغيرة. شوف أنا نبهت. لاحظ البوليس. لا. البوليس راح. البوليس راح يقبض عليك ويحطك في السجن بتهمت تخريب الرسمة. يلا الحين نرسم. حتى هذه لابسة حجاب ما شاء الله. متحجبين. حجاب. متحجبين. هيلو كيتي. هيلو كيتي لا، هيلو كيتي لسه ما دخلت الإسلام. لماذا يا يوتيوب لما لحظة والله بس سويت حفل إب. الله ميلودي. الله ميلودي إيه لا مو ميلودي. كرومي كشخة حاطة حجاب بحرف الإم. كشخة كشخة. جيت على خط واحد. جيت على خط واحد. ها اه خلصت. يلا نرسم الجمجمة.
المشكلة انه لصق لصق يا جماعة، بس لا لازم حركات عباطة. شو حد دي؟ تعالى بسويت القلب، سويت حرف الام، قلب ام. انا الحين جمجمة، انا ام عنده كرشة. وات؟ اي والله عنده كرشة. يلا يلا الجمجمة، لا واضح مش شرير ابدا، الجمجمة واضح ما شاء الله. الجمجمة فيها عيون، عيون دائرية. طبعا داعين الله، ما ادري الرسمة كلها عبارة عن عيون، بس عيون بسيطة. كيوت. يلا حنرسم العين كده، طيب بعدين حنسوي لها رمش هنا وحنسوي رمش هنا، تمام. نسوي العين الثانية، بعدين حنسوي رمش كده ورمش كده. بسيطة بسيطة، بس انها جديدة عليكم. يلا بعدين عندها فم وانف. لحظة وي، ابتسامة شريرة. كيوت، مرة كيوت، حبيتها. كيوت وحلوة، مرة حبيتها. هي شريرة بس كيوت، شريرة كيوت. يلا نرسم لبسها المهرج. كنت هليتها بنت. طب هي ايش؟ لا هي مو بنت؟ لا اجل بنت كروبي على ما اعتقد. لا هي بنت، هي بنت، هي بنت، هي بنت. يلا هذه لبسها، ما ادري معقد، بس دوائر مثلثات. دي لبس المهرج، هي شخصية مهرج. اسمها هيساكا، هيساكا فرع الكرتون. هيساكا لا يقوم عليها، وهي برضو بدون رجول. لا كمل على الرجل الثانية، بعدين اليد. طيب بس خلصنا، اقسم بالله ابسط من كده ما في حرفين. لو ما رسمتوها وضبطوها يا ويلكم. طيب انا ما قاعد اهزيكم، قاعد اصحيكم. والله يا جماعة مرة بسيطة، والله مرة اسمعوا انتم مغمضين كمان. بلي بطلع برا، ما حطلع حطلع قناتي، ما حطلع برا قناتي، انا ما حطلع ما حطلع. كملي الرسمه، ما سويتي لي بليس غيوه. ترى خلصت الرسمه انت لسه، انا واضح اني حسبتها، لانه لما خلصت الرسمه دي شهد خلصت معاي بالضبط. بس الرسمه دي شهد وين وانا وين؟ بس يلا ما علينا، اهم شيء انتم خلصوها معايا. شهد عادي، امزح امزح امزح. هذا لا تم الدنيا، ايش ده؟ احسن رتب يلا، ما حد بعد جدك. اوكي يدك، يدك، 3 2 1 تك بالضبط، خلصنا. كيف؟ والله مرة حلو. أنا الصراحة أحس ميلودي عجبتني أكثر شيء. يلا الحين هنرسم مين؟ إيش اسمها الشخصية دي؟ ساني موري. مو ميلودي، كرومي. ساني موري، ساني موري؟ أنا حاسة إن شاقة تنطق اسمها غلط، بس نشوف. ساني مور، ساني مور اللي يكون اسمها سينابون. خلاص سينابون، حلو سينابون، حلو بالضبط. يلا المهم اسمعنا، هي شخصية كرتونية ان شاء الله ما يسمعون معجبيهم. اوكي يحبونا صح؟ اي اكيد. يلا ما علينا، المهم نبدا نرسم بوجه مبتسم كبير. هذه حساسة مينا، امزح امزح عيب امزح. انحرفت عن الطريق شيء، بيرفكت. يا جماعة لما ترسمون لا تضغطون مرة على القلم، انا اضغط مرة على القلم عشان ابين لكم، طيب؟ بس انتوا لا تضغطون مرة على القلم عشان بعدين ما تجيبوا العيد زي شهر بالزبط. وتمسحوا. يلا الحين حنسوي ريدن، بعدين حيسوي كده، بعدين نكمل الإذن الثانية. حاسة إن شاء الله حتفصل عليا، بس يا رب لا لا لا. بيرفكت بيرفكت. الحين ده اللون هذا إيه؟ ده قلت لوني هيكون بس دائرة. إيش في؟ طيب ما يبلودي، ما أدري بس هذا كده عيونه. أوكي خلاص لونيها، لا ما بل سوي زيك. يلا كيوت، خلصنا وجهه، اسهل وجه بالضبط. يلا الحين اللبس، بس باي باي باللودي كلهم سهلين، بس اصعب واحدة هلكتي وجهها صعب. ايوه ما انا عارفه ليه كذا، اتوقع لنا البدايه. هذا لبسه كمان كيوت. بوليس، لا 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 بوليس، لا 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 اسوي كده مره ثانيه. لا ليتك ثانيه كمان. أفر أقسم بالله. سنعود بعد قليل. شاطرة. يلا الحين. أول أول هم السماعات. يا جماعة ترى إحنا ما إحنا طافيين، إحنا مهمين، إحنا يعني ما إحنا طافيين، لا تقفلوا الفيديو. مهرجين. إحنا مهرجين، أنت مهرجة لوحدي. كلعي. يلا. المهم. بنطلون، أوه هذه الشخصية الوحيدة اللي لابسة بنطلون. هذا ولد ولا بنت؟ هذا أحس ولد. ولد. بس صغير. اوكي يلا الحين حنرسم اللبس، او باقي رجل تحت. وش ذا؟ انا قلت ان هذه بسيطه، بس فزه ما صارت بسيطه. اكثر واحده فيها ملابس، فيها ملابس،
يا هنا دبدوب صغنون كيوت. هذه بنت ولد؟ ولد زي كده؟ ايه بس طفل. اوكي لا لا احس انه هو انمي يعني مو انمي، كرتون بنات فكلهم بنات. لا طب ابو هلا كيتي لاند اب ما ادري. تمام كده فيها دبدوب كيوت ويا انف كيوت وعين كيوت وعين كيوت وشنب 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 خلاص خلصنا الحين وقت تحديد. انا خلصت تفضلي. يلا 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 الحين وقت التحديد بالضبط. شوفوا خلصنا الرباعي الجميل الرباعي المرح الرباعي المرح. والله مرح. ليش رايك شايف رسمه وهابي لو؟ طبعا لسه ما خلصنا والحين باقي فقرات الالوان. ايش اسمها؟ ماركر. ماركر بالضبط. المهم اسمها لون ماركر. اسمها لون ماركر. المهم الحين حنلونها بالوان حلوه جذابه مره حلوه. حنخلي الوانها المهم الوانها مره تكون حلوه. طيب يلا استنونا حنلون حنجي. باي. مو باي. باي باي. مو باي. باي باي. حنرجع الحين. اوكي تدا خلصنا الرسمه الثماني المرح. ايش رايكم؟ شاطره وربي حلوه حرفيا. لو قلناها معاكم في بث على التيك توك ومره كان البث حلو حرفيا. اي احد جاء من بث التيك توك يكتب لنا تحت في التعليقات. تمام يلا الحين حنوقع اخر خطوه. يلا وين الاقلام؟ تفضلي. انا حوقع ام نقطه ام. حوقع هنا. ترى صار عندي توقيع بالانجليزي. بيرفكت خلصت. صار عندي توقع بالانجليزي. يلا ورين. حلو مرحبا والله حق مميز. انا عندي احط ثلاثة ام تدرين لانه اسمي مريم محمد ميزان فعندي احط ثلاثة ام. سنتي عندك اسم مميز. المهم وكذا نكون خلصنا الرسمه. ايش رايك؟ تو هابي لو. استمتعتي؟ تو هابي لو. علقت. المهم انتوا اكتبوا لي رايكم في التعليقات ولا تنسوا ترسلونا رسمتكم. تمام وتحت الرسمه حطوا هاشتاج جيش الرسامين. طيب لما تنزلوها على الانستغرام حولكم. وكذا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يكون لكم تو هابي لو. حلو وحطوا لايك وبس مع السلامة. لحظة قبل نروح نوريكم شيء. شوفوا القلم زي هذا ماتي ماتي. طيب كبير وده 20 كيلو وراسم طويل طويل صغير طويل صغير. الرباعي المرح او السباعي الربح